الله وبركاته. فيديو جديد وتفاصيل جديدة في منتهى الأهمية. وأنا من النهاردة هجيب لكم الخلاصة بتاع إيرين بوم بوم إيرون لعيب القاتلة الجابونية. اسمه صعب جدا واسمه رخم جدا، إنما جايب لكم تفاصيل في منتهى الأهمية عشان الناس برضو تبقى فاهمة والناس تبقى عارفة. خلينا نتفق إن اللعيب، أو قبل ما نتكلم في اللعيب وقبل ما نتكلم في أي حاجة، أنا بعتذر طبعا إن أنا نسيت إن أبتدي الفيديو بتاعي بتعزية في كابتن إيهاب جلال اللي ربنا رب يسامحه. ويمكن السنة دي سنة صعبة جدا، فقدنا ناس كلنا بنحبهم وفقدنا ناس كلنا بنعتز بيهم جدا جدا، والبقاء لله في وفاة كابتن إيهاب جلال. ربنا رب يصبر أهله وصبرنا كلنا. شخصية من الشخصيات المحترمة، المدربين الكبار اللي عملوا تاريخ في التدريب، اللي عملوا اسم كبير جدا في التدريب وفي الكورة. البقاء لله في وفاة الكابتن إيهاب جلال، وكلنا يا جماعة ندعي له بعد إذنكم، وده أول مرة هطلبه، يا ريت كلنا ندعي له بالرحمة يا رب، وربنا يرحمه ويصبر أهله. والمرض طبعا عانى منه في آخر 15 يوم، الأمور كانت صعبة جدا عليه وعلى أهله، فربنا يا رب ارحمه ويصبرنا ويصبر اهله ويصبر زويه ويصبر ولاده، وان شاء الله باذن الله في جنه الخلد يا كابتن ايهاب ان شاء الله باذن الله. طيب، واللي بيحصل من ايرون، خلينا نتفق ان ايرون بقاله 4 ايام حرفيا ما بيردش على مجلس الاداره ولا على الوكيل المصري خالص. اللعيب بعد ما تعرض لضغوط عالية جدا والكلام الكتير اللي وصل له عن طريق الرسائل وعن طريق الواتساب وعلى الانستجرام وعلى كل وسائل التواصل الاجتماعي، اللعيب بدأ يقلق جدا جدا جدا. انما انا قلت مرة واثنين وتلاتة اطمنوا. الجديد في الموضوع ان نادي الزمالك بعت للعيب ايميل بيحذره على التأخير او في التأخير او بالتأخير على الوصول للقاهرة لإتمام التعاقد، لان نادي الزمالك يا جماعة لأول او من المرات القليلة جدا من ساعة ما المجلس ده جه يعملوا عقد يبقوا مأمنين فيه نفسهم بشكل قوي جدا جدا مع اللعيب، وان اللعيب ما فيش نادي يقدر يمضي معاه دلوقتي حاليا في الوقت اللي احنا فيه طول ما في البطاقة الدولية موجودة والعقد اللي معاه الزمالك موجود. يعني اللعيب بتاع الزمالك هتلف بقى يا عم بوبوانزا وهتروح وهتيجي، انت كده كده راجع نادي الزمالك وكده كده جاي نادي الزمالك. عشان كده بنقول ان نادي الزمالك كمان بيأمن نفسه اكتر وبيبعت ايميل للعيب بيستعجله في الحضور، والمفروض ان الايميل جه. والنهاردة وصلتني معلومة كمان دلوقتي ان نادي ربيت اللي هو الروماني خلاص تعاقد مع لعيب في نفس مركز ايرون، وخلاص الموضوع خلص، وهو دلوقتي ما فيش قدامه غير ان هو يجي نادي الزمالك في اسرع وقت ممكن. واللي انا بس عايز اعرفه الناس ان نسبة لعب او وجوده في السوبر الافريقي هتبقى صعبة جدا، ودي النقطة اللي انا ما كنتش راضي اتكلم فيها بقالي 3 ايام ساكت، ولا راضي اتكلم في ان هو ما بيردش على التليفونات على نادي الزمالك وسايب الامور، لاني برضو مش عايز ازعل جمهور الزمالك قوي. انما اللعيب مضمون ان هو يجي، هيجي بمزاجه، هيجي غصب عنه هيجي. ونادي الزمالك لحد دلوقتي ولحد وقتنا هذا كل يوم بيأمن نفسه اكتر. يعني بعت الايميل اللي اتبعت ليه ايرون عشان خاطر يبقى عارف ان لو او في حاله عدم وجوده في خلال الفتره دي، نادي الزمالك هيبتدي ياخد الاجراءات القانونيه ضده، وان اللعيب ممتنع عن الحضور لتوقيع لتكمله التعاقد بتاعه، لان هو ماضي على عقود اتفاق، والعقود اتفاق دي بتحق لنادي الزمالك ان هو اللعيب يبقى موجود. حد هيقول لي طب يا كابتن ينفع يتقيد في القائمه؟ لحد دلوقتي ما ينفعش العقد ده، لا يحق لنادي الزمالك ان هو يقيده. انما هو اللعيب بتاع الزمالك لا يقدر يروح حته ولا يقدر يلعب في اي نادي ولا يقدر يمضي في اي حته، واي نادي هيمضي ايرون او القاتله الجابونيه هيتحمل مسؤوليه الغرامه. تاني هفكركم تاني، فاكرين موضوع كهربا بالظبط؟
بس بقى المرة دي الغرامة هتيجي أسرع شوية، والغرامة مش هتبقى زي موضوع كهربا، لأن كهربا كان في ناس بتحارب معاه كتير جدا داخل الاتحاد الأفريقي ومأجلة الموضوع وداخل الفيفا، إنما ده ما أعتقدش إن ممكن يتعامل معاه زي ما اتعمل في موضوع كهربا، وإن المدة تطول بالشكل اللي اتحصلت دي. وكمان النقطة المهمة كمان اللي لازم الناس تبقى فاهمها، إن اللعيب ما عندوش استعداد يقعد 6 شهور في بيته، فهو كده كده هيتصل، وحصلت اتصالات باهله، وحصلت اتصالات بزوجته من بعض مسؤولي نادي الزمالك، والاتصالات دي قالت لهم وشرحت لهم، لان هو ما بيردش على التليفونات، فشرحت لهم الموقف بتاعه بالظبط. وان شاء الله باذن الله في خلال الايام الجايه دي هنسمع خبر وصول ايرم بوانزا لنادي الزمالك في اسرع وقت ممكن، انما هو بنسبه كبيره جدا جدا ايرون خارج لقاء السوبر الافريقي. انا اسف ان انا بقول لكم المعلومة، بس معلومة جت فلازم نقولها، ومعلومات دي معايا بقالها 3 أيام وأنا مش راضي أقول، حتى في بعض الناس قالت ده امبارح جاي والطيارة وركب ونزل وراح، والأستاذ عمرو الأدم، الأستاذ عمرو الأدم في القاهرة ما سافرش، واللعيب ما بيردش أصلا على التليفونات بقاله أكتر من 72 ساعة. طيب بالنسبة للمدافعين، الأسماء اللي عمالة تخش في نادي الزمالك أسماء كتير جدا بالنسبة للمدافعين في نادي الزمالك. إدارة الكرة بنادي الزمالك رشحت أسماء ووصل لها أسماء، أبرز الأسماء دي أحمد كالوشة مدافع إنبي، واللي الكابتن حسين والكابتن حسين لبيب والكابتن حسين السيد فاوضوا الأستاذ أيمن الشريعي رئيس إنبي لضمه على سبيل الإعارة لمدة موسم، ولكن الشروط المالية اللي طلبها إنبي ما كانتش مناسبة لنادي الزمالك لحد دلوقتي. الباب ما اتقفلش، وممكن يحصل جديد لو حد دعم الصفقة من خارج النادي، واللاعب مرحب بالانتقال. وبينه وبينكم الأستاذ أيمن الشريعي مزود قوي في الموضوع ده، ومقفور قوي 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 في الموضوع بتاع كالوشة، وطالب رقم كبير جدا في الإعارة، ونادي الزمالك أكيد مش هيدفع الرقم ده، ونادي الزمالك عنده اتجاهات تاني في انتقال كالوشة. ومن ضمن الترشيحات اللي موجودة دلوقتي داخل نادي الزمالك لاعب نادي البنك الأهلي، مساك نادي البنك الأهلي، وأنا مش هقول على اسمه لأن خلاص نادي الزمالك فاوض كالوشة وتفاوض معاه، والأرقام هتطلع في خلال ساعات. ف ولحد دلوقتي الموافقه بتاعت ايمن الشريعي في الرقم رقم كبير جدا. هل من هنا لبكره ممكن الامور تتغير؟ ممكن، انما مش هقول اسم اللعيب المرشح من البنك الاهلي اللي تم عرضه على الجهاز الفني للفريق بقياده البرتغالي جوزيه جوميز، اللي انا هقول لكم على قصه معاه دلوقتي صعبه جدا، ومسؤول الكره بالنادي، ومستنيين ياخد فيه قرار جوميز، لو وافق عليه ممكن يبقى فيه انضمام في خلال برضو الساعات الجايه، يعني في خلال النهارده من هنا لبكره لحد الساعه 11:30 لازم هيكون في مساك خلص، ودول 2 قلنا عليهم. وفي نفس الوقت عرض وكيل لاعبين اسم خالد صبحي مدافع سيراميكا، ولكن في تخوف من المقابل المادي اللي ناديه ممكن يطلبه، زي ما عملوا مع الزمالك في بيكهام وطلبوا 30 مليون جنيه. فالامور بالنسبه للمساك هتتحسم في خلال الساعات القادمه. طيب نيجي بقى للموضوع بتاع الجناح الأجنبي، وكمان اللي أنا يعني محتار ومستغرب جدا في مستر جوميز في موضوع الجناح الأجنبي ده. الجناح الأجنبي الزمالك قرب جدا وخلاص، اللعيب دلوقتي على وصول في خلال الساعات دي، أو اللي هيتفرج على الفيديو بعد الساعة 10 بالليل هيكون اللعيب وصل إلى القاهرة، وهو كوريد ميشلاك، ده جناح فريق أحد السعودي، وهيوصل للقاهرة إن شاء الله بإذن الله لحسم إجراءات انتقال لصفوف الأبيض خلال فترة الانتقالات دي الجارية على سبيل الإعارة لمدة موسم. الزمالك توصل الاتفاق مع اللاعب على كافة التفاصيل المالية الخاصة بانتقال اللاعب بعد الاتفاق مع ناديه على الاستعارة مدة موسم، على أن يتحمل نادي أحد جزء من راتبه السنوي. وجوميز، خلينا بقى نتكلم في نقطة جوميز، لأن دي نقطة غريبة جدا جدا. الغريب أن اللعيب ده معروض على مستر جوزيه جوميز من امبارح، وخلاص كان الزمالك شبه أنه هو مخلص الموضوع، اتعطل امبارح لأسباب أن جوميز متمسك باللاعب الجنب اللي أنا قلت لكم عليه، مودو بارو، لاعب أهلي جدة، اللي أعار من نادي أهلي جدة لنادي تركي لمدة موسم. ده الموسم اللي فات لعب أو قعد في نادي التركي 6 شهور،
لعبش خلالهم الا اول ماتشين، بعد كده الناس في نص السيزون فسخوا التعاقد معاه وقاعد بقاله 6 شهور ما بيلعبش ماتشات. انا مش عارف جوميز شايف في ايه. لعيب انت عايز تجيب جناح يلعب معاك بطولة السوبر لازم يبقى جاهز، لازم يبقى واخد ماتشات، زائد ان لعيب كمان عنده 32 سنة هيجي يعملها في الزمالك. الموضوع ده مريب بالنسبة لي جدا، سواء بقى مع الوكلاء، سواء من مستر جوميز نفسه، سواء من الموضوع نفسه. انا في ريبة غريبة في الموضوع ده. هو جوميز يعني يا جماعة مش كفاية ان انا عن نفسي على المستوى الشخصي شايف ان جوميز من المدربين اللي هم مش اقوياء جدا فنيا، وكمان يبقى فيه تلاعب في الكلام بدون اتهامات، احنا بتتهمش حد لا، انما لما انت تطلب لعيب بقاله 6 شهور قاعد في بيته وما بيلعبش ومعروض عليك 1 و2 و3 وانا عارف الاسماء اللي معروضة ومرضتش اتكلم فيها ومش هتكلم فيها، انما هفاجئكم بحاجات بعد الترانسفير في نوعيه لعيبه هو نفسه رافضها. والناس امبارح طلعت قالت اصل في مشكله بين الكابتن حسين السيد والكابتن احمد سليمان، انا بقول لكم مفيش. القصه ان الكابتن احمد سليمان ومجلس الاداره شايفين ان اللعيب اللي طالبه مستر جوميز مش امكانيات نادي الزمالك، والكابتن حسين السيد باحترامه بيقول لك ان انا عايز انفذ تعليمات المدير الفني اللي موجود دلوقتي. بس في الاخر ده صح وده صح، على الكابتن حسين السيد صح والكابتن احمد سليمان صح. في ايه؟ في ان وجهة نظر الكابتن حسين السيد ان هو عايز ينفذ تعليمات المدير الفني، حقك وحق المدير الفني. وجهة نظر الكابتن احمد سليمان ان اللعيب اللي بيتكلم عليه جوميز اوريدي ممكن ما يكونش مستوى نادي الزمالك ولا يليق باسم نادي الزمالك. ففي تخوف من الكابتن احمد سليمان ناحيه اللعيب ده، وتخوف تاني ان يكون الموضوع موضوع وكيل، ومين وكيل الراجل، والوكيل ده هو اللي جايب اللعيب، ففي ضغوط ان هو يبقى موجود عشان يفيد الوكيل. والله اعلم اللي بيحصل من ورا الستار ايه او خلف الكواليس ايه. فده الامر اللي انا مستغربه او متفق مع الاثنين، انما مشكله ما وصلتش المشكله. الدليل على كده ان خلاص اللعيب الافريقي او اللعيب بنشاك ده ولا اسمه، اسمائهم غريبه جدا، مش عارف لعيبه الزمالك اليومين دول بقوا اسماء غريبه جدا جدا جدا، اللي هو كورد مش لك، اسماء غريبه مش لك ازاي بس. ربنا يوفقه طبعا، خلاص جاي في الطريق. بس انا بس حبيت المح للناس اللي بتتفرج علينا قد ايه مستر جوميز ده دماغه غريبه جدا جدا. انا مش مصدق يعني، انا مش فاهم هو بيفكر ازاي. لعيب ما بيلعبش النادي بقاله 6 شهور قاعد في بيتهم او قاعد في النادي ما بيلعبش، ما بيعمل، ما بياخدش ماتشات بقاله مده كبيره جدا غايب عن الماتشات، زائد ان راح نادي اعاره من نادي اهلي جده ما كملش 6 شهور فيه والناس قطعت الإعارة بتاعته، اكيد في علامة استفهام غريبة. ولكم في الامر رأي، ويا ريت نشوف رأيكم في الكلام ده، انما خلاص كورد مش لك، جناح فريق احد السعودي ان شاء الله بإذن الله هيوصل القاهرة في خلال الساعة دي اللي احنا فيها، اللي هي ان شاء الله بإذن الله الساعة 10 النهاردة، وهيمضي النهاردة عقوده وبكرة يعمل الكشف الطبي ويخش وان شاء الله يبقى موجود. عندي خبر اللي موجودة اللي هو بيشتكي منها دلوقتي.